انتهت فترة تسلم الطاعون في النتائج الأولية للانتخابات بعد أن كان باب الطعن قد فتح لثلاثة أيام. في الأثناء كشفت مفوضية الانتخابات عن رد جميع الطعون والبالغ نحو 1360 طعنا في النتائج الأولية. وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان إن الطعون التي تم تسلمها رفعت إلى الهيئة القضائية التي ردتها بشكل كامل، وبين سلمان أن تلك الطعون ستحال على مدى 10 أيام إلى الهيئة القضائية المعنية بالانتخابات والتابعة لمجلس القضاء الأعلى والمؤلفة من 3 قضاة للنظر فيها بشكل نهائي.